شو نلعب سوا نضحك ونغني ونرسم بالالوان. يا صباح الفل والياسمين والورد والخير الكتير على كل البنات والولاد اللي شايفيننا وسامعيننا دلوقتي في كل مكان. وحشتونا جدا 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 من يوم الجمعه اللي فاتت. صباح الفل يا منتوخي. صباح الفل يا ماما سلمى. ازاي حضرتك؟ عامله ايه حبيبي؟ وحشتني قوي. وحضرتك برضو. والله وحشتيني من الاسبوع للاسبوع. الاسبوع للاسبوع. صباح الخير. صباح النور. ازيكم؟ الحمد لله. تمام صح؟ بردانين ولا تمام؟ لا تمام. تمام تمام الحمد لله. اهم حاجه منطق بس يكون دافي. انت بتدفي يا بندوخي ولا بردان؟ انا لابس كوفيه اهو ومظبط اموري يعني كله تمام. انت بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ ده انا بكتب جواب. جواب؟ الله. ايه ده؟ ايه حكايه الجواب ده؟ بتكتب جواب لمين؟ لا بص حضرتك، انا يعني على بال ما اكتب الجواب حضرتك بقى ممكن تتعرفي على اصحابنا وبعدين تحكي لي؟ وبعدين احكي لك كل حاجه. ماشي. كل حاجه. ايه ده؟ غريبه. ماشي يلا نتعرف عليكم. نبدا من الاول. اسمك ايه؟ عمر. ازيك يا عمر؟ انت في سنه كام يا عمر؟ لا عندك ست سنين اكيد. مش في سنه سته خالص. طيب عندك ست سنين يعني في سنه في كي جي 2 ولا في اولى ابتدائي؟ اولى ابتدائي. ماشي في سنه اولى يعني. طيب انت بتحب تعمل ايه يا عمر؟ احكي لي. بحب العب رياضه. بتغني؟ بلعب رياضه. بلعب كره قدم. اوكي. وبتحب تعمل ايه تاني؟ وبحب ارسم وبحب كل حاجه. بتحب تلعب كرة قدم وبتحب ترسم. حلو قوي. ونفسك تطلع ايه لما تكبر؟ ضابط. ضابط تمام. اسمك ايه؟ ايه ازيك يا ايدو؟ الحمد لله. انت في سنه كام؟ سنه سبعه. لا عندك سبع سنين. عندك سبع سنين لكن في سنه كام؟ اولى ولا ثانيه؟ ثانيه. في سنه ثانيه. شطور برافو عليك. طيب بتحب تعمل ايه بقى يا ايدو؟ تلعب رياضه؟ ارسم. بترسم؟ حلوه قوي. وبتلعب اي رياضه ولا لا؟ لا مش بتلعب رياضه. لا انا عايز العب سباحه. عايز تلعب سباحه؟ لازم. على فكره استنى بس شويه البرد يخلص، واول كده لما الدنيا الجو يظبط خلي بابا وماما فعلا يودوك تلعب سباحه. مهم جدا ان احنا الاطفال بالذات مهم جدا يبقوا بيعرفوا يعوموا يعني عشان ايه يبقى في امان كده لما انا عندي زعانف. تمام. انا عندي زعانف. عندك زعانف كتير. طب يا ايدو قول لي نفسك تعمل ايه بقى؟ نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ دكتور اسنان. دكتور اسنان؟ اشمعنى؟ علشان اكشف للناس على اسنانهم. اشمعنى يعني؟ سنانك بتوجعك او مضايقك عشان كده عايز تطلع دكتور هي اسنان؟ هي فين سنانه اصلا يعني؟ سنانه عشان سنانه دي بقى وقعت وسنانه بقى بتاعت الكبار هتيجي. عشان هو بقى بيكبر اهو ما شاء الله. ايه شمس يا شموسه خدي سنانك. علشان كده علشان سنانك دي وقعت عايز تطلع دكتور سنان. يمكن لما تطلع يغير رايه. ان شاء الله تطلع دكتور سنان شاطر. اسمك ايه؟ اسمي محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. سنه كام؟ برايمر 4. سنه ثانيه؟ 4. رابعه. سنه رابعه. هايل. طيب بتعمل ايه بقى يا محمد؟ برسم. بتحب ترسم؟ طيب بتلعب رياضه مثلا؟ بلعب سباحه. في الشتاء بقف وبلعب في الصيف تاني. طب بس بتعرف بقى خلاص دلوقتي تعوم؟ دلوقتي عندي زعانف وبعرف اعوم في كل حاجه يعني لو نزلت البحر اعرف اعوم لوحدي. بالزعانف؟ تنزل بحر بالزعانف؟ كويس والله. والله بجد؟ واو. مش بتضايقك؟ لا دي بتخليني سريع. بتبقى اسرع. بتخليك سريع اكتر. وايه بتعرف تغطس مثلا بيها؟ واو ده حلو قوي ده. طيب شطور. وعايز تطلع ايه لما تكبر؟ رائد فضاء. رائد فضاء. واو. اشمعنى يا محمد؟ عشان وانا صغير كنت قاعد بحفظ الكواكب بالانجلش والعربي فخلوني احبهم اكتر وطلعت فيه وكالت ناسا فقلت عايزه اطلع رائد فضاء. الله يعني انت مهتم. انت بتحب تقرا عن الفضاء وعن الكواكب؟ يعني بفتح صفحتهم واعرف معلومات وبعرف بقى المعلومات في معلومات كتيره. طب ما تقول لنا معلومه يا محمد تفيدنا كده بمعلومه نستفيد كلنا كده منك احنا واصحابنا اللي بيتفرجوا علينا. ايه هقول واحده يمكن تكون يعني في قمر ورا القمر بتاعنا وقرب يجي على الارض يدمره. يا ساتر يا رب. ليه المعلومه دي يا ابني؟ ايه المعلومه؟ ليه يدمروا ليه؟ هينفع اقول الكواكب بالانجلش؟ طبعا. يلا قول لنا الكواكب ايه؟ السن، الميركوري، فينوس، ايرث، مارس، جوبيتر، ساترن، اورانوس، نبتون، بلوتو. هما اسمهم زي قريب من العربي اصلا كلهم تقريبا. لا في 3 بس. مارس بس المريخ. 3 بس هما اللي اسمهم بالعربي. اما بس كلهم بالانجلش. اوكي بس احنا لما بنيجي نقولهم بالعربي بنقول اساميهم برضو بالانجلش عادي. صح؟ عادي.
طب يعني دول كام كوكب دول؟ دول دلوقتي بيقولوا عليهم 8. هما في كوكب 9 بلوتو، هما لقوه اصغر كوكب خالص وبعيد جدا، فقالوا ايه مش نحسبهوش. يا سلام، قال لك نطنشه كده، يطنشوا الكوكب عشان صغير كده ينفع؟ بس حلو، انا مبسوطه باهتمامك جدا، خليك دايما مهتم كده واقرا اكتر في الموضوع علشان بقى تطلع رائد فضاء كده وتشرف بقى مصر كده. عندنا رائد فضاء مصري كده جميل. شاطر يا محمد. اسمك ايه؟ لمار. ايه لمار؟ يعني ايه لمار؟ ميه الدهب. ميه الدهب، الله، دي حلوه قوي، ده معناها جميل جدا. طب قولي يا لمار، انت اشتراك ايه؟ انا برايمري 2. بس هي رابعه برضو؟ تانيه. انتوا ليه 2 و 4؟ رايحه مني خالص، مش عارفه اسمها. في سنه تانيه. اوكي، بتحبي تعملي ايه بقى يا لمار؟ بحب ارسم. ترسمي؟ طب واخبار الرياضه معاكي ايه؟ لعبتي اي رياضه؟ سباحه. سباحه كمان؟ طيب حلو قوي. عايز تطلعي ايه لما تكبري؟ دكتورة نسا. دكتورة نسا. دكتورة نسا؟ اشمعنى دكتورة نسا؟ بحب قوي التخصصات اللي بيختاروا. اشمعنى دكتورة نسا؟ واولاد. عشان انا بحب دكاترة النسا. علشان بقى عشان تجيبي بقى بيبي جديد كده للدنيا، تولدي ست كده وتجيب بيبي حلو كده جميل. احساس حلو اكيد طبعا. ان شاء الله يا حبيبتي. اسمك ايه؟ حنين. ازيك يا حنين؟ الحمد لله. سنة كام؟ تانية. تاني، تمام. بتعملي ايه يا حنين بقى؟ برسم وبلون. برسم وبلون. اخبار الرياضه ايه؟ لعبتي اي رياضه قبل كده؟ كنت بلعب سباحه. برضو سباحه، كويس كويس، سباحه مهمه. طيب ونفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ دكتوره صيدليه. دكتوره صيدليه؟ اشمعنى؟ مش معقول التخصصات، اشمعنى؟ اشمعنى صيدله يعني؟ تاخدش العافيه. ايوه ليه؟ عندكم حد في العيله مثلا دكتور صيدلي انت بتحبي تشوفيهم؟ لا بس انا بحب كده. تحبي كده ايه؟ ان انت تبقي يعني ان انت تعرفي الادويه والحاجات دي والتركيبات. والله حلو، برافو عليكي. بس ارجوكي ما تديش حقن عشان انا بخاف قوي. بخاف من حقنة. خلاص يا زيزي، انت كويس، ليه تاخد حقنة ليه؟ دايما بياخدوني الصيدليه كده على غفله، فجاه الاقيهم بيديني حقن. معلش، اكيد يبقى انتك بتكون تعبان والحقنه دي هي اللي بتخففك يا حبيبي. كرهت الصيدلي بسبب الموضوع. لا 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 لا، ليه يا حبيبي؟ ما ينفعش على غفله كده. معلش معلش، كمل انت بس الجواب بتاعك. عزيزي، اخر بنوته. اسمك ايه؟ حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. سنه كام يا حبيبتي؟ 5. في سنه 5. اوكي، طيب بتحبي تعملي ايه يا حبيبه؟ بحب ارسم. برضو رياضة؟ فولي. بول. فوتبول؟ فولي. فولي، حلو الفولي جدا. بتتدربي فولي دلوقتي؟ لا دلوقتي لا، هتدرب في الصيف. طيب حلوة قوي. ونفسك تعملي ايه بقى لما تكبري؟ تطلعي ايه؟ دكتورة اطفال. دكتورة اطفال، حلوة قوي. انا مبسوطة جدا، كل واحد عارف هو عايز يطلع ايه بالظبط، عارف تخصصه كمان ايه. برافو عليكم كلكم، مبسوطة بيكم جدا جدا جدا. تعالوا نشوف بقى بنتك بيكتب جواب لمين، عشان انا متشوقة اعرف الحقيقة الموضوع. الجوابات ده يعني ما بقاش في حد بيكتب جوابات دلوقتي يا بنتوخ. موضوع عتيق. احكي لي بقى، ايه موضوع الجواب ده؟ بص يا ماما سلمى، قولي بتكتب جواب لمين؟ انا بكتب جواب لبابا. بابا؟ لبابا. بابا مسافر؟ لا مش مسافر. امال ايه؟ قاعد معانا في البيت. بس انا قررت اكتب له جواب عشان في حاجات كتير عايز اقولها له. حاجات كتير عايز تقولها له؟ طب وليه مش بتقولها له كده وانت شايفه وجها لوجه؟ ليه تكتبها له في جواب يا بنتوخ؟ يعني ايه؟ ليه يعني؟ بس انا بأحرج بصراحه. هو انت جبت درجات وحشه مثلا ومكسوف تقول له، او محرج مثلا تواجهه؟ إيه ده؟ لا يا ماما سلمى، انا برضو بتاع درجات وحشه. انا بقول برضو يا بنتخ انت شطور. طب امال عملت حاجه غلط مثلا وخايف تقول له؟ لا برضو يا ماما سلمى، لا كسرت حاجه، اتخانقت مع حد، في اي حاجه خايف تقولها له فبتكتب؟ امال ايه يا بنتخ؟ ايه الحاجه اللي انت مش خايف تقولها له كده وانت واقف قدام؟ يعني عايز الصراحه؟ طبعا يا بندوخي، احكي لي. اصل انا بصراحه عايز اقول له ان انا بحبه. الله، طب دي حاجه حلوه قوي يا بنتخ. طب دي حاجه حلوه جدا كمان، يعني روح قول له كده، اقف قدامه قول له بابا انا بحبك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ كده وجها لوجه؟ ايوه بنتك ده بابا يعني. لا لا، انا بتكسف يا ماما سلمى، انا بتكسف. يعني ممكن اقول كده لماما، اقول كده لواحد صاحبي مثلا، لكن اقول لبابا لو 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 لو. ايه ده يا بنتك اللي بتقوله ده؟ معقول صاحبك في حد يتكسف من بابا؟ في حد يتكسف من بابا؟ والله مش عارف اصلي. هو انتوا بتتكسفوا تقولوا لبابا ان انتوا بتحبوه؟ لا ساعات وساعات. انا فعلا ليه؟ انا ساعات وساعات. احكوا لي بقى.
وانا كمان ليه ساعات وساعات؟ بنتكسف برضه شويه. طب ليه بتتكسفوا؟ انتوا اخوات؟ اه. طيب تمام. ليه بقى بتتكسفوا من بابا؟ انتوا بتتكسفوا من ماما ولا بتقولوا لماما عايزه انا بحبك؟ لا ماما عادي. طب ايه الموضوع بقى؟ انتوا كده عاملين زي بنتخ، ليه بتتكسفوا من بابا؟ ده بابا، بابا على فكره زي ماما، بابا زي ماما، هي ماما بس علشان يعني ممكن تبقى مشاعرها لانها ام يعني مشاعرها بتبقى بتعبر عنها اكتر شويه من بابا، لكن بابا بيحبكوا زي ما ماما بتحبكوا. احكوا لي ليه بتخافوا او ليه بتتكسفوا؟ عمر عمر احنا بنسمع صحابنا، نسمع. يعني مش عارف صراحه بنتكسف، احنا بنتكسف كده ساعات. ايوه اشمعنى من بابا تحديدا؟ هو انت عامل زيي بالظبط. اه بالظبط. ليه؟ يعني نفس الاشكاليه. بحس هو بيقعدش معانا كتير. اوكي وايه تاني؟ معرفش بقى اقول له انا بحبه. يعني انتوا اما ماما بتقعد معانا طول اليوم فقاعدين معاها عشان قاعده معاكوا طول اليوم يعني؟ طب ما هو كده ده سبب اكبر انه يخلي بابا يوحشنا اكتر، فلما يجي بقى من الشغل بقى تقول له ماما وحشتنا قوي. ماما واخدين عليها كده يعني تحس ان كده البساط احمدي يعني في كده في موده كده. طب وبابا مش واخدين عليه؟ بصي بصي يا ام سلمى يعني في حاجات انا ما بقدرش اعملها، يعني مثلا لو النور قطع انا ما ينفعش مثلا اجري على بابا واروح نايم في حضنه مثلا، او مثلا اطلب منه يساعدني يناولني حاجه زي ماما. بخاف احكي له ايه مثلا، بخاف اقول له تعالى ذاكر معايا. ليه يا بندوخي؟ مع اني بفرح قوي لما بيجي لي المدرسه او يوديني التمرين. بص يا ماما سلمى عندي شعور كده يعني مختلط كده، يعني تحس ان انا كونفيوزد كده، يعني حاجه غريبه كده، شعور غريب. طب انا هقول لك على حاجه، انت بتقول الكلام ده بس انت ما جربتوش، يعني انت مثلا جربت ان قبل كده لو لما كان مثلا نور يقطع ان انت تجري على بابا وتحضنه كده وكده؟ لا مش عملت ده؟ لا ما عملتش كده يا ماما سلمى. حد فيكم جرب قبل كده يحصل اي موقف فيجري على بابا؟ لا لا. فيكم كلكم؟ لا ايوه. احكوا لي احكي لي يا اياد. مفيش. ولا حد فيكم يعني دايما لما يبقى بابا وماما الاثنين موجودين في البيت ويحصل اي حاجه بتجروا على ماما؟ اه لا. طب لو بابا بس اللي في البيت بتعملوا ايه؟ ممكن نروح لبابا. ممكن نروح لبابا. بتروحوا لبابا اهو؟ يمكن. ياه. ساعات نروح لبابا ساعات بنروح لبابا. لمار خلي بالك يا حبيبتي لا تقعي. طب انا هقول لكم على حاجه، هقول لك على حاجه يا بنت. لو جربتوا اولا مش بابا ده هو بالنسبه لنا هو الامان وهو السند والظهر كلام كبير، انا عارفه بس بابا فعلا هو كده، يعني احنا لما نروح لو احنا خفنا من اي حاجه ورحنا جايه ترمينا في حضن بابا يا بنتك هنحس ان احنا في امان وبرده لازم خايفين. برضو لازم يكون زي صاحبك. برافو عليك صح يا محمد. وبابا كمان لازم يكون زي صاحبي، لازم اقدر ان انا اقعد احكي له واتكلم معاه ما اتكسفش منه، لان بابا وماما دول اكتر اتنين في العالم كله بيحبونا وبيحبوا لنا الخير وبيحبوا ان احنا نبقى كويسين وبيحبوا ان احنا كمان نبقى احسن منهم كمان. ونكلمه كانه اخونا. كانه ايه؟ اخونا. كانه اخوكوا. مش لدرجه ده اخوكوا قوي يعني بس ماشي. بس انت طب انتوا الاثنين لمار ومحمد اخوات صح؟ اه. انتوا بتتكسفوا من بعض؟ ساعات وساعات برضه. ده عشان بس بنت وولد يعني؟ اه. طب حنين وحبيبه اخوات؟ اه. طيب بتتكسفوا من بعض؟ لا. ما بتتكسفوش من بعض صح؟ لا. ممكن تقول تحكوا لبعض اي حاجه؟ أوه. ممكن لو خايفين تاخدوا بعض في حضنكم صح كده؟ صح ولا لا؟ ولا بتتكسفوا برضه؟ صح. بصوا احنا الاسره دي بابا وماما واخواتنا احنا كلنا حاجه واحده. ما نخافش بقى من بعض ولا نتكسف ولا اي حاجه. يا بنت انا عايزاك تحاول ان انت يعني طب احكوا لي كده افتكروا كده احنا اوقات كتير قوي بنفتكر حاجات كتير قوي لماما، تعالوا نفتكر مع بعض ايه الحاجات الحلوه اللي بابا ممكن بيعملها لنا. بص يا ماما سلمى هو يعني بابا يعني انا ما اقدرش انكر يعني. استنى يا بندخ وبعدين نسمع. قول يا بندخ. يعني هو بابا بيشتغل. بيجيب لي حاجات حلوه. والله بيفسحني. وبرده ساعات يجيب لي برده هدوم. انت مالك؟ وجاب لنا كمان تلفزيون في البيت. يا سلام. تلفزيون بقى. طب كل دي حاجات حلوه يا بندخ بس كلها حاجات ماديه يعني. اه بابا ماشي ممكن يكون هو اللي بيجيب الحاجات الحلوه اللي بنجيبها عندنا في البيت وهدومنا اللي بيشتري لنا يعني الحاجات. بس مش ده بس اللي بابا بيعمله. بابا كمان غير بقى الحاجات اللي بفلوس في حاجات مش بفلوس. بيتعب عشاننا. وفي مشاعر وفي بيخاف عليك صح؟ احكوا لي كده ايه الحاجه اللي بيتعب بابا لما بيعمل بيتعب عشان وبيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه.
تمام. وبيسمع كلامنا. بجد؟ اه. يعني ايه؟ يعني لو قلت له ايه ايده بيسمع كلامك؟ انا بابا يعني اي حاجه بيسمع. استنوا نسمع ايد. ها. يعني لو قلت له جيب الحاجه دي يجيبها لي. حلو جدا. وانا بيعمل ايه تاني بابا؟ غير ان هو بيجيب حاجات. يفسحنا. لما هو يبقى قاعد معانا في البيت يوم الاجازه مثلا. يفسحنا ساعات. يعني ياخدنا. قال لنا تعالى ننزل على لعبكوا في المراجيح. حلوه قوي. ايه تاني؟ انا بابي بيذاكرني ولما بيبقى في مشكله مع اخواتي بيحلها لي. حلو جدا اللي انت قلتيه ده، يعني بيذاكر معاكم وممكن يحل لو في بينكم اي حاجه، لو اتخاصمتوا او اتخانقتوا مع بعض يقدر يحل المشكله اللي بينكم. هايل. ايه تاني بابا بيعمل؟ ايه تاني بابا بيعمل؟ ايه يا عمر؟ بابا يعني بابا لو في مشكله كبيره هو هيحلها لنا. تمام. يعني احنا واثقين ان لو في اي، لو وقعنا في اي مشكله بابا هو اللي هيعرف يحلها، صح؟ مش ماما. هايل. طب لو حاجه مثلا باظت في البيت، تلفزيون او النور او اي حاجه، مين بابا يجيب راجل يصلح التلفزيون؟ يا اما بابا لو لو حاجه سهله بابا ممكن يعرف يصلحها، او بابا بيجيب حد يصلحها، مش كده؟ اه صح. بس ثانيه يا ماما سلمى، بتكسف يعني، بحس كده انه على طول تعبان تعبان. اه يعني يا دوبك ما بيصدق يجي البيت يريح شويه، او ما انا جاي بقى ومغلس عليه بقى واقعد اقول له تعالى بابا اتكلم معايا عايز يعني برضو الواحد برضو لازم يبقى حسيس كده. طب هو حلو قوي انك تحس بموضوع ان انا ابقى حسيس ده، يعني احنا ممكن نختار بس الوقت اللي احنا نتكلم فيه مع بابا. بس انا اقول لك على حاجه بقى مهمه جدا والله يا بندخ، واقولها لكم كلكم، لو اي حد في كل اصحابنا كمان اللي شايفيننا دلوقتي بيحس نفس احساس بندخ ده، ان هو ممكن يتكسف من بابا، يتكسف يروح يقول له حاجه، يقول له بابا انا بحبك، او يتكلم معاه في موضوع، صدقوني بابا اول لما بيرجع من الشغل ممكن ينسى كل تعبه لو لقيتكم كده انتوا بتجروا عليه وبتاخدوه كده بالحضن وتقولوا له بابا وحشتني، والله هينسى كل التعب اللي هو تعبه طول اليوم، وهو طبعا بيتعب عشان مين؟ عشان كنتوا، صح؟ فكل حد فينا، كل حد فيكم انتوا الاطفال، لو راح قال لبابا اول لما يرجع من شغله كده يا بابا وحشتني قوي يا بابا ويجري عليه كده، بابا هيقعد معاه وهيفرح، وكان انتوا كده بتنسوه كل تعب اليوم اللي هو تعب. ممكن اقول حاجه؟ قول. لو لو حد راح قال لبابا هو تعبان انا بحبك، بابا مش هيزعق له. ايوه طبعا مش هيزعله ابدا ولا هيصده، بالعكس بابا هيفرح جدا وهياخده في حضنه. طب يلا عايزه كل حد فيكم دلوقتي يقول لبابا بحبك يا بابا. يلا واحد اثنين ثلاثة. بحبك يا بابا. وانا بحبك يا بابا. ربنا يا رب يخلي لنا كل ابهاتنا يا رب. و عايز 50 جنيه بقى يا بابا معلش عشان بص يا بندخ مستغل بص. ايه بس يعني في الضحك كده وفي طب اقول لكم على غنوه، في غنوه انا كنت وانا صغيره، هي في غنوه طبعا دلوقتي انتوا كلكم بتحبوها. طيب بابا يا بابا يا بابا دي ايوه مين حبيب بابا؟ تمام هنسمعها دلوقتي. وكمان بشكر كل اصحابنا، كل اصحابنا اللي بعتوا لنا صورهم مع باباهم على صفحتنا على صفحه فيسبوك، احنا خدنا كل الصور اللي اتبعتت لنا وهنعرضها لكم دلوقتي. بس قبل ما نروح للغنوه دي انا عايز اقول لكم حته صغيره جدا من غنوه ثانيه كتبها صلاح جاهين. صلاح جاهين ده شاعر كبير جدا جدا، انا بقى بغنيها لبابايا لحد النهارده. اقول لكم بتقول ايه؟ اه قولي يا ماما. قولي ايه بقى؟ قولي. بابا يا بابا يا اكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرده سياده الوالد وابوس الايادي، وكلامك ده حلقة في ودني مين يقدر عنه يحودني، ياللي انت مزاجك تساعدني لك حبي وفؤادي. شفتوا الكلام حلو ازاي؟ سقفوا لي بقى. برافو. احنا بنسقف للكلام دلوقتي بقى، نسمع غنوة مين حبيب بابا ونشوف صور صحابنا اللي كتبها برضو الشاعر الجميل ايمن باجد قمر. مين حبيب بابا بقى؟ انا محمد هنيدي. مين روح بابا علشان خاطر مين بابا يخاطر يتعب
بابا يا بابا صور جميلة. بس صورنا كمان مع بعض تبقى حلوة ازاي؟ شفتوا؟ اه جميلة. طيب الأسبوع ده بدأ حاجة مهمة قوي قوي في مصر اسمها ايه؟ معرض الكتاب. برافو عليك. معرض الكتاب. معرض الكتاب ده من من الحاجات يعني المهمة جدا اللي بتحصل في مصر، وفيها حاجات كتيرة جدا للأطفال. يعني ممكن تلاقوا هناك قصص كتير وكتب حلوة. يعني محمد مثلا ممكن تلاقي هناك كتب كتير عن الفضاء تفيدك بقى، وعن الكواكب وتقدر تستفيد منها. اي حد هنا بيحب حاجة، اللي عايز يطلع بقى دكتور الأطفال، اللي عايز يطلع دكتورة نساء، اللي عايز يطلع دكتور سنان، كلنا ممكن نتعلم حاجات ونلاقي كتب بتتكلم عن المهن دي ونتعلم حاجات حلوة. عايزه اقول لكل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، روحوا معرض الكتاب. معرض الكتاب شغال دلوقتي، وروحوا هتلاقوا هناك قصص حلوه قوي. هو في حد هنا راح معرض الكتاب السنه دي؟ اياد رحت؟ اه. حلوه قوي. عملت ايه هناك؟ احكي لي عن يومك كده بسرعه. رحت اشتريت الكتب. لقيت ايه بقى هناك؟ لقيت حواديت وقصص كده ولا جبت ايه؟ جبت عقله الاصبع. حدوته. جبت قصه. حلو قوي. ولقيت ايه هناك؟ يعني المكان حلو، لقيت حاجات كتير للاطفال. ايوه. احكي كده لاصحابنا علشان اللي مش عارف يعرف ويروح. لقيت برضه قصه عن الكواكب. حلو. محمد لازم يروح. وكمان حاجه كده بتاعه كده عامله جسم الانسان. حلو. بتعلمنا بقى جسم الانسان وكده. برافو. ايه تاني؟ اتبسطتي يعني يومها؟ أيوة. لقيت حاجات كتير وحبيتها. بس معنى اخترت عقلة الاصبع بقى؟ علشان عجباني. طب انت قريتها؟ طب ما تحكيها لنا كده بس بسرعه قوي 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 يا ايدي. لا يعني ما تقراهاش، احكيها لنا. مش انت قريتها خلاص؟ بتعرف تحكيها لنا احنا بقى بسرعه من غير قرايه؟ يلا احكيها لنا. كان في حطاب وعنده 7 عيال. حطاب وعنده 7 عيال. وال7 عيال دولت كان في منهم 6 عايزين يروحوا. كان في كده غابه كانوا عايزين يروحها. عايزين يروحوا الغابه؟ اوكي. ها بعدين؟ عايزين يروحوا. وكان في واحد كده صغير خالص قد عقلة الاصبع. اخوهم الصغير يعني؟ اوكي. قد عقلة الاصبع؟ ايوه. صغير خالص كده؟ وبقى ايه؟ كان في راحوا الغابه. قبل بقى ما يروحوها عقلة الاصبع ده كان ذكي جدا، فاول ما عشان هو ذكي فبقى جابه بحصى ملون. حصى ملون. طيب وبعدين؟ وهو ماشي بقى عمال يرمي 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 عشان يعرف الطريق، وهو راجع يعرف. حلو ده. ها وبعدين؟ وبعدين راحوا وتاهوا، واللي هو ايه عقلة الاصبع ده اللي هو اسكتوا ما تقلقوش انا رميت حصى ملون وهنرجع. ورجعوا تاني ووعدوا ابوهم وامهم انهم هيروحوا، وراحوا. يعني هم راحوا من ورا باباهم ومامتهم؟ غلط جدا طبعا. وبعدين؟ وبعد ما راحوا بقى ايه ما لقاش الحصى الملون، ما لقاش حصى ملون، وبقى خد كده حته عيش ناشف وهو ماشي عمال يرمي يرمي يرمي. وهم راجعين بقى لا العصافير بتاكل العيش ده. فما عرفوش الطريق. واللي هو اسمه عقلة الاصبع ده طلع على الشجرة. وهو لما طلع شاف نور كده زي بيت. طلع على الشجرة عشان يشوف يدور على البيت يعني من فوق؟ ايوه. شاف بيت وقالوا اهو بيت، وراحوا خبطوا على الباب وفتحت ست. ده مش بيتهم يعني؟ وبعدين؟ وقالوا لها ايه؟ احنا ايه يا عمر مالك يا احنا عايزين نقعد عندك يوم. احنا عايزين ليه؟ الحكايه حلوه والله. احنا عايزين نقعد عندك يوم. واول ما راح قالت لهم ايه بقى؟ ايه ده؟ ده بيت الغول اكل الاطفال. يا ماما ايه يا عم القصه المرعبه دي؟ ايه اللي غول ايه؟ وبعدين؟ وبعدين دخلتهم البيت وبقى اكلتهم وشربتهم وخبتهم بقى. اول لما الغول جه سمر
ريحه لحمه اطفال وجيت خدهم على سنيا كلهم. ايه يا عم ده؟ وبعد ده قولي النهايه، قولي ان النهايه سعيده. ماشي. النهايه سعيده؟ اه. يعني رجعوا لبابا وماما في الاخر؟ حمدك يا رب. طيب الحمد لله. خوفنا ليه يا ايده بس كده؟ طب انت كنت مبسوط وانت بتقرا القصه دي؟ اه. حلو قوي يا ايده. مين تاني راح معرض الكتاب حتى لو مش السنه دي؟ حد فيكم راح معرض الكتاب قبل كده؟ حنين وحبيبه رحتوا قبل كده؟ رحتوا امتى السنه اللي فاتت؟ فاكرين اليوم اللي قضيتوه هناك؟ احكوا لنا يلا. هناك يعني؟ علي صوتك بقى عشان انا مش سامعاكي خالص، علي صوتك يا بيه. ها. دخلنا الحاجات كلها يعني اللي تمام. هناك واشترينا قصص كتير. اه. واشتريت روايه. اه. حلو، روايه ايه؟ موسم صيد الغزلان. انا مش سامعه اي حاجه، علي صوتك. موسم صيد الغزلان. موسم صيد الغزلان. بس لسه ما واو يعني... بتاعت احمد مراد؟ اه. اه تمام. اهو كملي. قريتيها يعني؟ لا لسه. هي مش كبيره عليكي شويتين؟ لا ولا انت بتحبي تقري؟ لا انا بحب اقرا. طب والله برافو عليكي يا حبيبي. طيب وايه تاني؟ يعني في حاجات طب في معرض الكتاب غير كل جزء كده بيبقى فيه كتب كتير. في حاجات تانية بقى، في مكان ممكن الناس تاكل فيه وكده صح؟ اه. يعني ممكن تقضوا يوم كامل هناك، لكل اصحابنا برضو اللي شايفيننا ممكن تقضوا يوم كامل هناك من الصبح لغايه بالليل وتاكلوا هناك. انا بروح سور الازبكيه هناك، تبقى في كتب رخيصه. في كتب قديمه وجميله. جميله قوي. صح يا بنت، برافو عليك، شاطر. دي بدستين ميكي وميكي بقى، كل حاجات ميكي. كل اعداد ميكي. طب ممكن نروح؟ اه طبعا اتفضلي. بابا اشترك لنا مع قصه ميكي وناشونال جيوغرافيك، وهي كل شهر بتيجي تدينا بوستر وقصه ناشونال جيوغرافيك وروايه ميكي. حلو قوي، يعني ماما بتجيب لكم كل شهر ميكي. بابا. ناشونال جيوغرافيك. بابا. طيب حلو، شفتوا بقى ماما بيعمل لكم حاجات حلوه ازاي؟ وفي برضه زي حاجه زي معرض الكتاب اسمها مكتبه مصر في الدقي. في مكتبات كتير صح؟ برافو عليك. برافو عليك، في مكتبات كتير. انتوا بتروحوا المكتبه؟ اه ديت. بنروح اشتريت كتاب عن القمر، طلع في القمر في فضائيين. فضائيين؟ كويس. قال لي في فضائيين. وطلع في المرآة فمصدقتش، ففتحت صفحتهم كانوا في سطر كده عاملينه بلغه محدش يفهمها. فقعدت اترجم شويه كده، بابا يترجم لي شويه. عرفت دول فضائيين. ايوه. لغه يعني ايه في فضائيين؟ لا انا ما اعتقدش ان في فضائيين، خصوصا على القمر. المريخ. يعني ما انا مش عارفه بس مش عايزه افتي في الموضوع ده، بس يعني هنعرف اكيد. انت اللي هتعرف لنا بقى لما تكبر يا محمد. اه وهم جايين ان شاء الله يدمروا الارض. يا ساتر يا رب. ان شاء الله ما تقولش ان شاء الله. ان شاء الله. لا قدر الله، قول لا قدر الله، مش هيجوا. وبعد 10 سنين يمكن كوكب الارض ينفجر. لا لا الا الله. ميولك عدوانيه يا محمد، على فكره مش باين عليك يا حبيبي. طيب قول، عايز تقول ايه يا عمر؟ انت رحت القصص اللي معاك دي جبتها منين؟ ما اعرفش، انا مش فاكر، بس ما يعني من يعني بابا وماما اللي جابوها لك ولا انت اللي اشتريتها؟ بابا وماما. بابا وماما اللي جابوها لك. طب قريتهم؟ اه. طيب ايه بقى منهم قصه ايه؟ ممكن دي ما اقراهاش لان دي مش حافظها كويس. لا بص، القصص مش بنحفظها مبدئيا، القصص بنقراها فنفهمها فنعرف نحكيها بعد كده. مش قراليش، قولي ايه القصه اللي عجبتك واحكيها لنا بسرعه. هو كان انا بقرا. اسمها ايه القصه؟ ده اسمه بتاع بدور. انا مش عايزه اسمه، انا عايزه اسم القصه نفسها. القصه اسمها ايه؟ مش عارف. ما انت كده لو مش فاكر يبقى مش هتفتكر تقولها لنا. طيب لما نروح فاصل اقراها ولما نرجع تحكيها لنا، ايه رايك؟ ماشي؟ نقراها سوا. خلاص؟ انا حافظها. طب ما فيش حاجه اسمها حافظها، في حاجه اسمها عارفها. القصص ما بنحفظهاش، القصص بنقراها فنفهمها زي ما قلت لك. طيب قولها لنا يلا بسرعه بس يا عمر. الاول كان قال ايه؟ عايز اصنع. هو مين اللي قال؟ لازم تقول لي مين. مين الاول؟ تتكلم عن مين؟ كان يا مكان. لا ما توريهوليش، قول لي مين ده؟ كده يعني. خلاص هو هيذاكرها في الفصل ويجي يقول لنا. يذاكرها ليه؟ هو احنا مش في المدرسه. هو هيقراها ويحكيها لنا. طب خلاص بصوا، الاسبوع اللي فات كان معانا كرتون كده بتاع فطيم وبلبل، وفي صحابنا كتير قوي حبوه. كان في المستشفى. النهارده انا جبت على التليفون الارضي وتليفون ماما، اتصلت بواحد اثنين وثلاثه واتصلت اتصلت بيهم ليه؟ ما احنا قلنا ما نلعبش في الموضوع ده. واتصلت برقم، اتصلت برقم 15. لا
لا نتصل بس لما بيبقى في حاجه مش هتتصل. هو قال لي انا هاخد الشحن بتاعك ولا حاجه، قفلت السكه في وشه. انا مش فاهمه اللي انت بتقوله، بس عموما احنا دلوقتي معانا حلقه ثانيه من فاطين وبلبل، تعالوا نروح نشوف بقى هيعملوا ايه النهارده لما لقوا ناس اغراب، اتصرفوا معاهم ازاي او اتصرفوا ازاي. هنروح نشوفهم وهنرجع تاني. استنوني. والله يا بابا فاطين وبلبل مصر جميلة بنحبها على أرضها الخير كتير، نحميها ونحافظ عليها ده أنا حلمي فيها دايما كبير، أقدر أكون دكتور محامي ظابط مهندس طيار يطير، معاكم ولادي أنا وأصحابي دلوقتي ده وقت التغيير، فاضل وبلبل. فاطين مش عارف، بس فاكر لما الضابط نبيل زارنا في المدرسه عشان يقول لنا الارشادات، قال لنا انه ما ينفعش حد غريب يسكن عندنا. انا بيتهيألي لازم اقول لبابا. انت عامل فيها ضابط يا فاطين، ما تقلقش مش هيطلعوا الناس الوحشين اللي بيقتلوا الناس. باي باي، اشوفك بكره يا فاطين. برضو لازم اقول لبابا. بابا، الضابط نبيل قال لنا ما ينفعش نصاحب او نسكن حد ما نعرفوش او مش عاوز يعرفنا هو مين ولا بيشتغل ايه. ما تقلقش يا حبيبي، انا مبسوط انك بتسمع للنصايح الاكبر منك، خش نام انت وما تقلقش، تصبح على خير يا حبيبي. ايه الاصوات دي؟ اما اقوم اشوف في ايه. ايه الصناديق دي؟ يا نهار ابيض، هتشيل بسرعة كده الناس هتشوفنا. يا عم ما الصندوق هو اللي طويل، اقصد ايوه شيل شيل. انا خايف من الناس دي يا بلبل. وانت ايه اللي مخوفك منهم؟ بقولك كانوا شايلين صناديق غريبة بالليل، فهمني. انا ما شفتهمش شايلين حاجه. بص شايف بيتسحبوا ازاي؟ هو انا هنطلع فوق ولا هنفضل هنا ولا طب ما نوديهم يا عم على المكان التاني يا عم مقنع. اطلع على السلم قدامي، بس الناس هنا واخدين منهم المكان عازم، محدش ياخد باله من حاجه. شايف الصناديق الغريبه؟ ملناش دعوه بيهم بقى يا فطير. ما تخافش يا بلبل ما تخافش، احنا هنروح لعم نبيل ونحكي له وهو يقول لنا نعمل ايه. خير يا ولاد مالكم، في ايه؟ عم نبيل في ناس غريبه سجنت عندنا ومش عارفين حاجه عنهم، وفاطين كمان شافهم بيدخلوا ويخرجوا حاجات ومش عارفين اذا كانوا وحشين ولا حلوين. انتوا ممكن تشكوا في انهم وحشين لكن مش هتتاكدوا من ده، ده دورنا احنا. المهم انكم جيتم وبلغتم، انا مش عاوزكم تقولوا الكلام ده لاي حد. عاجبك كده يا فالح؟ ادينا روحنا في الكلابوي وكله بسبب فاطين. وانا هنطلع فوق ولا هنفضل هنا؟ برافو عليكم يا ولاد انكم بلغتم لما شفتم ان في حاجه غلط. مش مهم تتاكدوا او لا لان ده دور الشرطه، المهم ان الناس تبقى ايجابيه مش سلبيه، وتبلغ لما تحس ان في حاجه غلط. انا بجد فخور بيك يا فاطين. عمو نبيل عمو نبيل، احنا ساعدناك برضه انك تقبض على الاشرار، فين بقى المكافاه؟ ها فين الشوكولاته؟ شمسه انتم احلى نهار، اتجمعوا حوالينا وهاد
والشطر طول الاسبوع ماما هتجيبه هنا ويانا يا ولاد يا بنات يا بنات يا ولاد ماما سلمى وبنتا جايب لكم اللي في نفسكم فاوعوا تفرفشوا يا ولاد يا بنات يا بنات يا ولاد صباح الفل. ازيك كابتن خالد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. هنعمل ايه؟ الاغنيه دي كل الاطفال حافظينها على فكره. الحمد لله. الحمد لله. عايز اسالك على النهارده احنا هنتعلم حاجات ليها علاقه بجسمنا اللي احنا نعلمها لكم اعرفها لكم زي العضلات في اي تمرين ايه العضله اللي بتشتغل وايه العضله اللي بتساعد العضله دي. اوكي. خلاص؟ والحاجه الثانيه هنتكلم النهارده عن رياضه مهمه السباحه. مهمة جدا. في اطفال كتير جدا وده حاجة كويسة بقوا بيلعبوا سباحة. أوكي. ودي حاجة كويسة جدا. صح. على فكرة عايز اقول لكم على معلومة. ليه اي طفل دايما بنيجي نقول له لازم تلعب سباحة وانت صغير. ليه؟ اشمعنى السباحة؟ عشان لما نكبر نبقى عارفين نعوم. ماشي اوكي دي ده صح لان هي بتحمينا اللي احنا بعد الشهر مش هنغرق ان شاء الله يعني هو ان شاء الله احنا مش هنغرق بس هو فعلا صح احنا دايما هي دايما مهم ان احنا نبقى عارفين نعوم لان السباحه او الميه محيط تاني غير اللي احنا عايشين فيه بس في حاجه كمان ليها علاقه بالرياضه ليها علاقه بالسباحه وليها علاقه بلعبتين كمان بصوا اي طفل السباحه مفيده للجسم كله برافو اي طفل لازم نعلمه ثلاث حاجات ثلاث رياضات دول اساسيين اي اب واي ام بيسمعنا لازم اي طفل من بدايه 4 سنين يتعلم الرياضات دي لعبه السباحه ورياضه الجمباز ورياضه اسمها العاب القوه العاب القوه غير الحديد غير رفع الاثقال العاب القوه دي اللي هي الجري او الوزب او الوزب العالي او رمي الجله او الرمح او الحاجات دي كل الحاجات دي اسمها العاب قوه اشمعنى الثلاث رياضات دول لان الثلاث رياضات دول اسمها رياضات اساسيه يعني الرياضات دي بتفيد الطفل في كل حاجة في السرعة وفي الذكاء وفي النشاط وفي سرعة رد الفعل وفي الرشاقة وفي المرونة كل الحاجات دي بتفيد الجسم كله بتفيد كمان. الجسم كله يعني لعبة السباحة بتفيد كل العضلات وإحنا شغالين بنلعب سباحة كل العضلات اللي في الجسم بتشتغل صح عضلات الوش والفك والصوابع وكل حاجة كل حاجة ونفس الكلام الرياضات التانية صح اتفقنا؟ طب إحنا قبل ما نبدأ بقى محمد ما قلتليش لما سالت محمد بيلعب رياضه انت قلت لي ايه بقى في الكونغ فو خدت المركز الاول المركز الاول المركز الاول وزيد تقول لي معقوله كان عندك كام سنه كان عندي 9 كده كان عندك 9 سنين حزام الكونغ فو ده حزام لا كونغ فو دوت البوكس كده ايوه الكونغ فو ده انا عارف اللعبه بس هي ليها علاقه بالحزامه زي الكاراتيه برضو لا ملهاش علاقه بالكاراتيه وبرده كنت بلعب كاراتيه وبرده كنت بتلعب كاراتيه وكنت ناوي تقول لي انت بعد الحلقه ما تخلص هو معاه شهاده كمان المركز الاول المركز الاول في الكونغ فو طب وبعدين بقى خلاص ما خدت المركز الاول بطلت في حد في كده مش كنت تكمل حسيت بقى ايه لما بضرب الناس بيصعبوا عليا لا اله الا الله هو انت بتضرب الناس؟ انت بتضرب الناس؟ انت ماشي في الشارع تضرب الناس يا محمد احنا بنتعلم الرياضات دي علشان ايه؟ عشان جسمنا يكون قوي تمام مش عشان نقعد نضرب الناس اكيد وعشان برضو نقدر ندافع عن نفسنا بس ده لو اتعرضنا لموقف مضطرين ندافع فيه عن نفسنا صح انت اكيد ما بتضربش حد صح؟ لا لا الالعاب القتاليه شكلك طيب يا محمد لا لا الالعاب القتاليه دي اللي هي الكونغ فو والكاراتيه والبوكس والحاجات دي احنا بنلعبها مش علشان نستغلها اللي احنا نبقى خلاص بقينا بنعرف نضرب فنضرب طبعًا اي حد طبعًا. على فكره في حاجه الناس الكبار عملوا دراسه عن الالعاب دي اللي احنا لما بنلعبها ان الطفل لما بيلعبها تمام بيكون هادي اكتر من الشخص الطبيعي عشان بيطلع طاقته كلها في الرياضه انما ما بيطلعهاش في حته تانية كويس خلاص كويس. يلا بينا يلا نبدا فين دراعك اليمين ودراعك الشمال دراعك الشمال بيلف لقدام كده النهارده هعلمكم ازاي اللي احنا نلعب ضغط زي لعبه الكبار اوكي وهعلمكم كمان اللي احنا نعمل حاجات بوسطنا تمام زي الكبار هي ممكن تبان ان هي سهله بس هي صعبه جدا اتفقنا بس انا عارف ان انتوا شطار لان هعلمها لكم خطوه بخطوه دراع الشمال لورا برافو ايه
ايوه كده بالظبط. في رجلك اليمين ورجلك الشمال. طب رجلك الشمال ترفع لفوق. ايوه هي دي الرجل الشمال. دي الشمال دي. برافو. اليمين سهلة صح؟ طيب الشمال بس هنعمل نفس الحركة بس ما تلمس الأرض، هيبقى في تمرين للرجلين وللبط وفي نفس الوقت في بالانس. بص ازاي؟ ما لمستش الأرض. تاني. ها شطار برافو. شاطر برافو شاطر شاطر شاطرة. الرجل الثانية تمام. نقف للجنب بس ما تلمس الارض. ها ركز، لو احنا حسينا ان احنا هنقع ممكن نبص على اي نقطه في الارض ونفضل مركزين، هي البالانس هيزيد. يعني بص على اي حاجه اي نقطه وخليك مركز بقى فيها. ايوه كده برافو. نحاول ما نلمس الارض. الرجل الثانيه ها برافو. ركز بتقعوا ركزوا. طيب اخر حاجه الرجل لورا ونرجع تاني كده. بصوا لورا ونرجع تاني بس ما تلمس الارض. لورا وترجع تاني برافو. ها تمام. هعملها لكم بالرجل الثانيه اهو لورا نرجع تاني. شطار يا بنات. نرجع تاني لورا نرجع تاني. حاسين ان انتوا هتقعوا صح؟ طيب احنا هنقع بقى فعلا. انزلوا انزلوا. عايزين كلنا نعمل البوزيشن بتاع الضغط اللي احنا نبقى كده ونفرد نفسنا ونثبت. وسطي وسطي مش بيقع لتحت. يعني انا مش عايز ابقى عامل كده، عايز ابقى وسطي مفرود وباصص قدام. اوكي سهله ولا صعبه؟ سهله سهله بذمتكم؟ طيب. سهله. ستوب نريح. سهله وخلاص. نريح. هنعملها تاني بس في رجل من رجلينا هتترفع بره الارض. اتفقنا؟ يلا بينا. قولوا لي بقى انها سهله بقى. هوب هوب. سهله ولا صعبه؟ ركز بجد. طيب ستوب. شطار. سهله ولا صعبه؟ سهله. طيب هنعمل نفس التمرين بس رجلينا على الارض وفي ايد بره الارض. ها اهو اهو. ها طيب ستوب. اللي عايز يخليها سهله شويه يفتح رجله بعيد عن بعض شويه، ما يخليهاش جنب بعض. لا صعبه. نخليها جنب بعض. اتفقنا؟ يلا بينا. يا جامد. يعني هي بتبقى بعيد كده. لا بص محمد بيتحدى يعني. ها برافو. شاطر. ستوب. اخر حاجه انا ليه في اول التمرين سالتكم مين عارف ايده اليمين وايده الشمال ورجلك اليمين ورجلك الشمال عشان تبقوا عارفينها صح؟ طيب مين عارف ايده الشمال ومين عارف رجله اليمين؟ اياد. ايدك الثانيه. ودي اياد. هيبقوا بره الارض. عمر. التانيين هيبقوا على الارض. بصوا عليا بصوا عليا الاول. اتفقنا؟ لو عملتها صح تسقفوا لي ولا يعملها صح هسقف لي. ها اهو دي بره الارض ودي بره الارض. اوه كل ايد عكس رجل. الايد عكس الرجل التاني. يلا يلا مين يعملها؟ ها مين هيعملها؟ سقف له. برافو محمد كويس. بس الايد الثانيه يا عمر بقى. الايد الثانيه يا عمر. برافو شاطر. ارفع ايدك دي وارفع ايدك الثانيه. برافو هايله. لا برافو. نفس الرجل دي. ايوه كويس. بس افتح رجلك شويه. ايوه برافو. حط برافو. ايدك دي على الارض وارفع ايدك الثانيه. شطار. يعني الايد عكس الرجل يا عمر. بص اعمل وضع البوزيشن. اعمل البوزيشن بتاع الضغط. دي هتترفع. اوكي انت رفعت دي ارفع دي ارفع دي. لا اسند على دي يا حبيبي. ايوه وارفع بقى ده. واضح انها مش سهله خالص. مش سهله. صعبة صح؟ اللي يشوفها يقول عليها سهلة بس هي صعبة. هي لازم 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 اللي احنا نفتح ايدينا كده ونفتح رجلينا كده علشان لما نيجي نعملها كده يبقى في بالانس، يبقى في قاعدة لينا اللي احنا نقدر نسند. ستوب. فهمتوها؟ ان شاء
شطار، ممكن بقى نسقف لنفسنا. شكرا شطار. كده احنا خلصنا؟ خلصنا. طيب سهله ولا صعبه؟ تعالى تعالى تعالى. بذمتكم سهله؟ هو انتوا هو بس انت لما بتقول سهله ولا صعبه بيقولوا سهله من غير يعني اصلا ما يفكروا في فعلا سهله ولا صعبه. طيب دلوقتي احنا هنقول ايه الكابتن خالد؟ شكرا. عفوا. سلام. شكرا يا كابتن خالد. دلوقتي ميعادنا مع يا ابني ايه عرفت انت يا قروب انت عارف عشان انا قلت في الفضل. خلاص الكوكب بتاعنا النهارده نتكلم فيه عن الاخطبوط، في حاجات كتيره قوي قوي غريبه هنعرفها عن الاخطبوط. انا لما بغطس بشوفه جد والله. الله ايه ده حلو جدا. ايوه ده كده شكله حلو جدا وبيدخل كده في الصخور وتحس ان هو بقى زي الصخر بالظبط بس هو عايش. طب تعالوا نروح بقى نتفرج الاخطبوط بيعيش ازاي وعامل ايه وكده. عارفين كام رجل؟ وهنرجع تاني. عارفين كام؟ بيعمل كده 8 4 ليه بتعمل كده؟ كوكبنا كوكب بنات وولاد، هنتكلم عن حيوان ذكي بيعيش في البحر والمحيطات. عنده دراعين؟ لا تلاتة. يوه لا أربعة. أربعة إيه؟ لا برضو دول خمسة ستة سبعة تمانية. عنده تمن دراعات. عرفتوا مين؟ النهارده هنتكلم عن الاخطبوط. الاخطبوط يا بنات ويا ولاد بيعتبر من الرخويات، وده عشان هو جسمه رخو ولين ومعندوش عمود فقري على عكس الانسان. احنا طبعا عندنا عمود فقري وفيه 33 فقره. زي ما قلنا بقى الاخطبوط بيعيش في البحر وخصوصا تحت خالص في العمق جدا جدا جدا، يعني في قاع المحيطات. وزي ما قلتلكم عنده 8 دراعات. وفي حاجة غريبة جدا، الأخطبوط بقى لو فقد دراع من 8 دراعات بتوعه بيطلع واحد تاني بداله وبيكبر بسرعة جدا. دراعات الأخطبوط مش بس بتساعده ان هو يعوم، دي كمان فيها حاجة مهمة قوي، حاجة كده عاملة زي اللزق. لما بيمسك في أي حاجة زي مثلا الصخور بيبقى في حاجة كده في دراعه اسمها المصات، ودي بتفرغ الهواء ما بينها وما بين الصخور دي، فبيمسك فيها جامد جدا زي بالظبط ما يكون لازق فيها. الأخطبوط بيتنفس تحت المية عن طريق الخياشيم، والخياشيم دي هي اللي بتساعد تقريبا كل الأسماك إنهم يتنفسوا تحت المية. الأخطبوط بقى كمان عنده حاجة غريبة جدا، سبحان الله، عنده مش قلب واحد ولا قلبين، عنده 3 قلوب. 2 منهم بيساعدوه ان هو يتنفس بسهولة علشان بيوصلوا الدم للخياشيم، والتالت بيضخ الدم لباقي أجزاء الجسم. طيب تعرفوا بقى الأخطبوط ده بيولد ولا بيبيض؟ الأخطبوط زي أغلب برضو الأسماك بيبيض تقريبا أكتر من 100,000 بيضة، وبتفضل الأم تحرس البيض ده وتهتم بيه جدا لحد ما يخلص. والأخطبوط الصغير الجميل ده بعد ما بيطلع من البيضة بيقدر إن هو يدور على أكله بنفسه من غير مساعدة ماما. الأخطبوط بيحب جدا ياكل الأسماك والمحار وسرطان البحر. وزي ما قلنا يا بنات ويا ولاد إن الأخطبوط ده ذكي جدا، بيعرف يدافع عن نفسه كويس قوي، بيعرف يغير لونه زي الحرباية، وبكده بيقدر يستخبى من أعدائه. وكمان عنده حاجة غريبة وفريدة جدا بيقدر يدافع بيها عن نفسه، وهي إن لو هاجمه حد بيرش عليه مادة لونها أزرق عاملة كده زي الحبر بالظبط،
المادة دي بتأثر في عين أعدائهم وبتخليهم ما يعرفوش يشوفوا كويس كام دقيقة كده، يبقى هو هرب فيها وبيهرب بسرعة جدا جدا وبيختفي، لأنه لما بيحس بالخطر بيعرف يقوم بسرعة جدا وبيستخبى على طول. نيجي بقى لحاجة غريبة جدا، في بعض الدول وخاصة دول شرق آسيا زي اليابان وكوريا كده بيصطادوا الأخطبوط وبياكلوه، وده لأن لحم الأخطبوط زي باقي الأسماك مفيد جدا، بيحتوي على الحديد والفيتامينات زي فيتامين بي، وكمان بيحمي الجسم من أمراض القلب، وده بسبب إن لحمه ما فيهوش دهون بتأذي ولا بتتعب القلب. النهاردة في كوكبنا اتكلمنا عن الأخطبوط، استنونا الحلقة الجاية ورحلة جديدة في كوكب بنات ولاد. سلام. عايزة بقى أشكر شوية من صحابنا أو أسلم على شوية من صحابنا الحقيقة بعتولي أو مامهاتهم بعتولي على فيسبوك، وعايزين نسلم عليهم على الهوا طبعا. أنا مبسوطة جدا إن أنتم متابعينا ويحبوك قوي يا بنتك كلهم. عايز أسلم على ريان ويوسف وعبد المعاذ ورودي علاء الدين. رودي رسمة مش عارفة بقى بصراحة هي اللي رسمة الرسمة دي ولا الرسمة دي مطبوعة ولا إيه، لأنها حلوة جدا جدا يعني. لو طلعت هي اللي رسمها إن شاء الله هنعرضها الحلقة الجاية أكيد. عايز أسلم كمان على فريدة مصطفى، وعايز أسلم على ياسمين ومحمد وحنين وآية، وعايز أسلم على يامن عنده سنتين ومتابعنا على طول يا بنتك وبيحبك قوي. سنتين؟ تخيل. والله؟ والله. عايز أسلم كمان على ناصر ومعاذ ولوجي ولمار. الاثنين كمان نجحوا في المدرسه، الف مبروك، شاطرين جدا، شطار، برافو عليكم. عايز اسلم على جودي عندها 6 سنين وحنين عندها 4 سنين، اخوات برضو. عايز اسلم على فرح وحبيبه. اهم حاجه لما ننجح ما نجيبش ملحق يعني، عشان بس ابقى مطمن. ايه ما انت خده ملحق ايه بس، هو اللي نجح ده ما اللي جاب ملحق ما نجحش اصلا. مش هنقول ناجح يعني، نجح ومعه ملحق. ايه ملحق دي بتفتحها في دماغ الاطفال ليه يا حبيبي؟ لا احنا اصحابنا شطار. وعايز اسلم كمان على كريم ومحمد وعلى فريدة وحلا هم اخوات، وبيقولوا مامتهم بعدالي بتقول ان هم بيعيطوا لو ما شافوناش يوم الجمعة، فلا ما تعيطوش، اصحوا بدري واتفرجوا عشان ما تعيطوش. بشكر كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دايما، وعايزاكم على طول دايما تفضلوا كده متابعينا وبتتفرجوا علينا. احنا دلوقتي بقى معادنا مع المسابقة، طبعا احنا كل اسبوع بيبقى عندنا سؤال واصحابنا بيبعتوا الاجابات. ايوه. وبنيجي الاسبوع اللي بعده بنختار اسم من الاسامي اللي بعتت لنا الاجابات الصح. ايوه. عشان نشوف مين اللي كسب معانا. يلا اختار يا بنت. اللي هيكسب هيفوز بتابلت. ايوه صح. يلا اختار يا بنت. دي بقى ترابيزه بنت. شال وحط وكله. اختار دي. ماشي. بسم الله. ملك طارق من القاهره رقمها اخره 11. اهو ملك طارق. مبروك يا ملك. الف مبروك يا ملوك. احنا هنكلمك دلوقتي عشان نتاكد ان انت عرفتي ان انت اللي فزتي معانا، ونتفق معاكي ان احنا نجي لك ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. رد علينا بقى على التليفون لما نكلمك. ايوه. طيب و مي معانا مش كده؟ يلا نروح بقى نشوف مي صاحبتنا وهي بتسلم الجايزه بتاعت مسابقه الاسبوع اللي فات عمر ناصر. اللي كسب الجايزة. صباح الخير يا مي. صباح الفل. صباح الخير يا ماما سلمى. صباح الخير يا بنتك. احنا دلوقتي مع صحابنا اللي فازوا الحلقة اللي فاتت، ومش قادرة اقول لك يا ماما سلمى هم ازاي حلوين وعندهم كلام كتير عايزين يقولوا صح. انت اسمك ايه؟ اسمي عمر. عمر ايه؟ عمر نزل حسن. عمرك كم سنة؟ 7 سنين. 7 سنين. في سنة كام بقى؟ في كيجي تو. كيجي تو. انت اللي فزت؟ ها انت اللي جاوبت؟ انا اللي جاوبت. طب لما نشوف. وانت اسمك ايه؟ ابتهال. عمرك كام سنه ابتهال؟ 5. صوت عالي. 5. طيب قول لي بقى انت ايه السؤال؟ السؤال كان ايه الطائر اللي ما بيطيرش؟ ايه الطائر اللي عنده جناحات وما بيطيرش وماهر في السباحه وبيعيش في التلج؟ والاجابه هي البطريق. بطريقه. برافو عليك. ومين ساعدك؟ مين ساعده؟
انتي نمتي؟ مين ساعده؟ محدش ساعده. محدش ساعده. طب ومين كسب؟ انا والتهال. انا والتهال. انتي فزتي معاه؟ اه. طيب مبروك مبروك. انتوا بتناموا ليه؟ انتوا ما كنتوا صاحيين دلوقتي؟ انتوا نمتوا؟ يلا انتي صاحيه؟ اه. انت صاحي؟ صاحي. ولا نمت؟ طيب مبروك. بص بقى يا بنتخ، عمر وابتهال عاملين لك مفاجأة حلوة قوي، صح؟ اه. نقول له عليها؟ يلا. بص رسمين ايه؟ لا وكاتبين لك بقى من فوق، انت هتعرف تقولها؟ اه. ايه بقى؟ أكادولي يا بنتخ. أكادولي. أكادولي. إيه اسمها ايه؟ أيكادولي. أيكادولي. أكادولي يعني بحبك. يعني بحبك. اه. بإيه بقى؟ بالنوبي. بالنوبي. هما كانوا المفروض يطلعوا معانا، يعني كانوا فرحانين ان هما فازوا معانا الحلقة اللي فاتت، وهما احنا بقى بنتكلم عن الأقصر وأسوان، بنتخ كان هناك صح؟ وهما شافوا الحلقة فرسموا دي هدية لبنتخ، صح؟ اه. طيب وهو كمان امسك بقى دي، امسك بقى دي، هدا كده عشان ما يقعش. يا استنى. وبصي كمان يا ماما سلمى، انت وبنتخ راسم ايه؟ رسم مركب وعلى، رسم مركب وعليه كلمة النوبة. النوبة. شفتي حلوة ازاي ماما سلمى؟ تعالي بقى احنا ايه ونعمل بقى الورد كمان. ماما سلمى بنتخ ابتهال عملت ايه؟ ايه دول؟ استني. ده بنتخ ودي ماما سلمى. ده بنتخ اهو، انت اهو يا بنتخ، ودي ماما سلمى. حلو قوي حلو قوي. ماما سلمى وبنتخ مبسوطين منكم قوي قوي قوي. طيب احنا النهارده ماما سلمى وبنتخ بيتكلموا عن بابا. انت عاوز تقول للبابا ايه؟ عايز اقول لبابا شكرا. شكرا. وايه كمان؟ بح وقد. انت رحت فين؟ وقد الكل. قد كل ده؟ هي كمان بتحبك قوي. طيب هنقول ايه بقى لماما سلمى وبنتخ ولا نمشي خلاص؟ لا انا بحب ماما سلمى وبنتخ وعايزه اقول لهم اغنيه. اغنيه؟ اوكي. I love you, you love me, we are happy family, and the great big hug and the kiss for me to you. Won't you say you love me too. الله الله يا شطور. وانتي عايزه تقولي ايه بقى ولا نمشي خلاص برضو؟ عايزه اقول لهم شمر ايدك شمر. شمر ايدك شمر؟ اه. ايه شمر ايدك شمر؟ ايه يعني نشمر ايدينا؟ ايوه. نعمل ايه بقى؟ كده مش نشمر. يعني عايزه بنتخ ولا ماما سلمى يشمروا ايدي؟ مش فاهمه. ولا انا، انا اشمر؟ ولا دي اغنيه؟ دي اغنيه؟ اه. ايه الاغنيه؟ اسمها شمر ايدك شمر. بتقول ايه بقى؟ اغني بقى. شمر ايدك شمر، ابني معايا العمه، ابني مسجد عالي، هي املنا الغالي، والعصفوره طارت، عم ودها راحت، عندي هنانه، اطفال الحضانه، الميز بتوصينا، نحب بعضينا. شطوره شطوره، وانت كمان حافظها شطور، حلو قوي. يلا بقى نعمل باي باي لماما سلمى وبنتخ. باي 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 ماما سلمى. باي باي. يا خلاصي. شفتي أيكادولي؟ حبايبي أيكادولي يا عمر. أيكادولي يا ابتهال، انتوا قمرات قلبي. أيكادولي. الصورة حلوة حلاوة يا بنتخ. اه بجد الصورة اللي انتوا راسمينها حلوة بشكل نوفي. مستنيينك يا مي بقى ترجعي تجيب لنا الصورة عشان نحطها عندنا هنا في الاستوديو. ها؟ آه. طيب تعالوا بقى ناخد تليفون ملوكة. الو ملك. ألو. اللي كسبت معانا. الو. الو يا ملك ازيك؟ انا ملك. عارفه يا ملك انت عندك كام سنه؟ انا ملك. كام؟ عندي 3 سنين. 3 سنين؟ يا جديده انت صغيره خالص. امال مين اللي جاوب على السؤال يا ملك؟ البيض. مين اللي جاوب على السؤال يا ملوكة؟ قولي. ايوه خلاص. البدل المسلول. البدل المسلول. بس انت اللي عرفتي الاجابه ولا مين قال لك؟ لا هي طبعا بمساعده والدتها حضرتك. حضرتك باباها؟
انا باباها يا فندم. اهلا بيك، النهارده حلقتنا كمان عن الاب. طب كويس جدا، اللي انا اللي ربيت. تمام، الف مبروك لملوكه ان شاء الله الاسبوع الجاي. مي صاحبتنا هتيجي وتسلمها التابلت، اتفقنا؟ ان شاء الله. الف مبروك، ربنا يخليك يا فندم. شكرا 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 جزيلا. على السلامه. هو بابا هو بيرد عادي علينا وقاعد مع ملك وبيساعدها، صح؟ بتكسف برضه. بتكسف برضه؟ طيب هقول لكم بقى السؤال الجديد عشان اللي حابب يشارك في السؤال بتاع الاسبوع ده ويبعت الاجابه. السؤال بيقول قناه مائيه يعني بين المحيط الاطلسي والمحيط الهادي، هي قناه السويس ولا قناه الدانوب ولا قناه بنما؟ اللي عارف الاجابه هيبعت على 2205 يكتب فيها اسمه ومحافظته والاجابه الصح، او يتصل من الموبايل على برضو نفس الرقم 2205، او يتصل من التليفون الارضي على نعم على كام تنسيت ولا ايه 0900 92 05. صح، برافو عليك. بس انا اتلخبطت، بس افتكرت قناه بنها فقلت يعني بنما. بنما وانتوا قاعدين مكانكم، وانتوا قاعدين مكانكم، كل واحد يمسك الرسمه اللي رسمها زي ما هو قاعد. اقعدوا اقعد يا ايده، امسكوا رسومات كلكم كده عشان الكاميرا تيجي عليكم. انا رسمت اثنين. يلا يا بنات يلا، حتى لو ما خلصتوش مش مشكله. انا رسمت اثنين، ادي اول واحده فار. فار، اوكي. الله، ده ايه ده؟ ايه ده؟ شمس وبحر وانت وايه اللي تحت ده؟ هي من فوق دي ولا من تحت؟ انا مش انت قلبها على فكره. ايوه هي كده مقلوبه ولا مظبوطه؟ مظبوطه. اه ده اخطبوط. ايوه. اه اوكي، ده رسمه الاخطبوط. فهمت 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 فهمت. اوكي، ممكن كله خلاص، كله سيبوا الالوان، سيبوا الالوان. محمد لمار خلاص، يلا كله يمسك ورقته كده. عايزين نخلص. مش مشكله مش مشكله، عادي، احنا عايزين بس نشوف لان احنا هنطلع فاصل حالا. انا خلصت. بصوا حبيبي، رسمه حلوه قوي، وحنين كمان، وكاتبه انا بحب ماما سلمى وبندق. الله، ايه ده، النخله طالعه من البحر. اه دي جميله، دي جزيره بقى. دي جزيره حلوه قوي يا لمار، برافو يا محمد. دي هنلحق نشوفها، بعملها مفاجاه. مش معلش، والنبي وريني. مفيش وقت يا محمد، صحابنا يتفرجوا. ايه، هخليها بس واحده صغيره. وريني يا محمد. ميرسي، دي تحفه، حلوه جدا يا محمد، حلوه جدا جدا. بس عايز ارسمك يا ارسم بقى براحتك، ارسم بقى. انا هرسمك والبسك فستان واخليك. عيش حياتك يا محمد. شكرا شكرا يا حبيبي، يلا. طيب احنا مين معانا؟ بنتك بنتك. طيب ناخد يا بنتك. يا ولاد يا ولاد، لا نهدى شويه، نسمع لسه صاحبتنا. خلصوا خلصوا الرسومات براحتكم. الو يا شهد. الو، سلمى وبنتك. شكرا يا ايدو. ايوه يا شهد، صباح الخير. صباح النور. الو، صباح الخير يا شهد. صباح النور، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، انا بحبك قوي يا ماما سلمى. حبيبتي تسلمي، انا كمان بحبك. انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه يا شهد؟ عندي 12 سنه. عندك 12 سنه ومتابعانا على طول؟ مش قوي يعني، عشان ساعات بصحى متاخر. لا، نصحى بدري، بالذات ايام المدرسه بنصحى بدري. مش كده؟ او دلوقتي احنا في الاجازه. اجازه ريحنا بقى، بقينا نصحى متاخر. ايوه صح. بس هترجعوا امتى يا شهد؟ خلاص الاسبوع الجاي صح؟ يوم حد ده خلاص. ان شاء الله يا حبيبتي. ماشي يا شهد. شفتي بنتخ الاول كان مكسوف ازاي من باباه؟ ايوه. انت بتعملي زيه كده؟ مش قوي يعني. برضه بتتكسفي شويه؟ طب بتتكسفي من ماما؟ لا. هو ايه الموضوع؟ شفتي بقى؟ لا، نجرب بقى، نجرب نتعامل كده مع بابا. دي ظاهرة زي ما بنتعامل مع ماما، ونشوف بابا هيعمل ايه؟ ايه رأيك؟ ما تسألنيش. ماشي يا شهد. وبعدين البنت دايما كمان حبيبة باباها. طبعا. ماشي يا شهد، ميرسي يا حبيبتي على تليفونك. عايز تقولي أي حاجة؟ شكرا يا شهد جدا على تليفونك. طيب، احنا سألنا صحابنا ايه أكتر كلمة ماما أو بابا بيقولوها لك؟ تعالوا نروح نشوف بابا وماما ايه اكتر كلمه بيقولوها لاصحابنا اللي احنا سالناهم دول، وهنرجع تاني. ايه اكتر جمله بابا وماما بيقولوها لك في البيت؟ نقعد اقول له سيبوا الموبايل سيبوا الموبايل. انا ماما بتقول لي لمي الكتب، اعمل هوم ورك اعمل هوم ورك، خلصي كل السندوتشات اللي انا بديها لك. يعني مثلا لو عاوزين ميه بجيب لهم ميه. ماما بتقول لي تعالي ساعديني عشان نروق الشقه ونغسل مواعين.
طيب مش لازم تسمع كلام بابا. انا مستخبى اصلا وبلعب بيه. واعمل الواجب وانا بعمل لها حاجتها نص نص. كل يوم مش بعمل هومر فبزهق. اكتر جمله ماما وبابا بيقولها لي هي بحبك يا ميدا. هو بيقول لي سيبه موبايل عشان هو خايف على عيني. هو الصراحه الصراحه هو عنده حق. حاضر يا ماما انا هروق واسمع كلامك. يا ماما ما تزعلنيش عشان احنا بنحبك. ودلوقتي بقى معادنا مع المفاجأة ومعانا الساحر أحمد خلف. صباح الفل. صباح الخير يا باشا. إزيك؟ الحمد لله تمام. ها هتعملينا إيه بقى؟ هنلعب كوتشينة وحمام. نتفرج أحسن؟ أه نتفرج أحسن صحيح. أيوه. نسمع سقفة كبيرة كده. يلا. نسمع مزيكا كمان. يلا. علوا الصوت يا جماعة والنبي. عمر عمر ركز. ركز يا عمر. هنعمل ايه في البالونه؟ اصبر يا رب. بس يا رب يا رب. لا مش عايزين نتفرج. عايز اتفرج. يا
السكاكين والحاجات الحاده دي والنبس والحمام كمان. هنعمل كل الاكل لوحدي يا ام سلمى. ايه ده، هو ازاي عمل كده؟ لحق ازاي؟ انا هجرب اعملها. ليه الارض تعبان؟ الله، لا 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 لا، دي غريبه قوي دي بجد. ايه ده، لا دي حلوه قوي. ماما راحت فين؟ ايه طيب احنا الله هتروح عند بنطل. يعني عندي هنا احنا هنولع منديل، بس ما حدش في البيت يجرب الكلام ده خالص. ما حدش يولع مناديل ولا يمسك اي سكينه كونجر اي حاجه حاده، ما حدش يمسكها. اتفقنا؟ هي يعني ده هيعمل نار كبيره؟ لا مش هيعمل نار كبيره. احنا المفروض ما حدش فينا بيستخدم نار. عمو الساحر بيعمل حركات كده عشان اتدرب، مش عارف. لكن احنا ما بنمسكش النار خالص ولا الولاع. ايه ده؟ اوكي بس كده خلاص، الحمد لله. مش عايزين هيتحول لقرد ولا ايه؟ ايه ده؟ ايوه انا الوقت خلص خالص. بشكرك جدا جدا جدا، بس احنا مكملين مع التتر. لو في حركات تبان للكاميرا بشكر كل اصحابنا اللي شافونا النهارده. الحلقه الجايه ان شاء الله هنحتفل بمرور سنتين على البرنامج، وطبعا بعيد ميلاد بنتخ ان شاء الله. فاستنونا ان شاء الله الجمعه الجايه الساعه 10 الصبح. سلام. على السلامه يا اصحابي. يلا بقى فرجنا على حاجه تانيه. هو فرفشوا يا بنات يا ولاد، طوقوا نعرشوا. ماما سلمى وبنتخ جايبين لكم اللي نفسكوا، فوعوا تبربشوا يا ولاد يا بنات، وفرفشوا يا بنات يا ولاد، طوقوا نعرشوا. ماما سلمى وبنتك جايبين لكوا اللي في نفسكوا، فوعوا تبربشوا. نلعب سوا نضحك ونغني ونرسم بالالوان، نعرف ايه بيفيدنا ونسمع حاجة.